يقع التعليم في لب الرؤية المصرية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. طرح المجلس التخصصي الرئاسي المصري بالتعاون مع وزارة التعليم مبادرة جديدة قوية هي بنك المعرفة المصري. الإي كي بي هو بوابة مصر لعصر جديد يكون التعلم فيه هو الصفة الأصلية في شبابنا. بنك المعرفة المصري هو مبادرة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. إننا نسعى لبناء مجتمع المعرفة، مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر. منذ إنشاء بنك المعرفة المصري في شهر يناير من عام 2016 صدرت عنه عدة منتجات جديدة ملهمة. تقدم قناة ويب إد تي في التعلم عبر الإنترنت في أفضل صورة، إذ يتم بثه على مدار 5 أيام في الأسبوع 3 ساعات يومياً لطلبة المدارس في المراحل الابتدائية والتمهيدية والثانوية. يقدم برنامج التطور المهني المفصل والممتد لعامين أدوات تدريسية وتعليمية مبتكرة للمعلمين، متضمناً نظام التعليم ستام للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. Curriculum Connect، المنهج المصري بمحتوى رقمي ممتع، المبدأ الذي اشتهر بشكل كبير في عام 2016 تم إطلاقه عبر كل فصول الرياضيات والعلوم في شهر فبراير من عام 2017. أتم بنك المعرفة المصري عامه الأول المليء بالإنجازات المهمة. في 72 ساعة الأولى تلقى الموقع 11 مليون زائر، وتم البحث فيه 78 مليون مرة، إضافة إلى 42 مليون مرة تحميل. فمبارك الذكرى السنوية الأولى لبنك المعرفة المصري.